ننتقل من مباراة الأهلي وبيراميدز ونبدأ نتكلم بقى عن حدث مهم جدا وهو قرعة دوري أبطال أفريقيا اللي طبعا أسفر عن مواجهة النادي الأهلي مع صن داونز ومواجهة الرجاء المغربي مع مازيمبي. هنستعرض الصورة بتاعة القرعة زي ما حضراتكم شايفين ومواجهة الزمالك مع الترجي التونسي ودي هيكون ثلاث مواجهات تقريبا في أقل من ثلاث أسابيع والوداد مع النجم الساحلي وإن شاء الله الفائز من الأهلي وصن داونز ويكون النادي الأهلي هيواجه الفائز من الوداد والنجم الساحلي وهتكون مباراة دور قبل النهائي العودة هتكون إن شاء الله بإذن الله في مصر إن شاء الله بعد ما نتخطى صن داونز ويمكن الجماهير علقت قالت نتمنى تخطي صن داونز ثم تخطي الوداد ثم مواجهة الترجي في النهائي فنخلص الثلاث سنين اللي فاتوا لكن احنا عايزين نركز زي ما قلنا مباراة مباراة وإن شاء الله نتخطى الأول مباراة صن داونز. وكان ليك تعقيب على القرعة فارس؟ كان ليا تعقيب على القرعة لأن المواجهات انا شايف ما كانش في حاجه اسمها تفضل فريق على فريق احمد. الفرق الخاصه بدور الثمانيه كلها انديه بطله. دي من اقوى البطولات اللي مرت على تاريخ بطوله دوري ابطال افريقيا. لو شفنا الممر اللي اتعمل لابطال دوري ابطال افريقيا اخر 10 سنوات موجودين فيه انت بتتكلم عن انديه اغلبها موجود في دور الثمانيه ويمكن احدهم لا يظهر في الصوره احد الانديه كنت محتاج ترجع 17 سنه عشان تشوفه بس كان الممر لا يكفي يعني. اكيد لكن انا بس كنت عايز اقول لك حاجه والناس ما تفهمش ان ده موضوع خاص بثأر او مشابه انا كنت اتمنى صن داونز لان انا بالنسبه لي كان متاح لي الترجي في تونس وانا ما كنتش حابب اروح شمال افريقيا حاليا ومتاح لي مازيمبي وملعب مازيمبي بيكون صعب جدا بره لكن فصن داونز يبقى كوره وبيقدروا يلعبوا كرة كويس وجماهير جنوب افريقيا اهدى قليلا فنقدر نتعامل بشكل مختلف. قصدك ان المباراه لا تدار خارج الملعب بالظبط تبقى مباراه كوره بس كرة واحنا فعلا خسرنا المره اللي فاتت كوره بس عشان كده ان شاء الله في الظروف دي يكون لنا نتائج مختلفه تماما المره دي. لكن البعض شاف صوره المنسق خالد علي منسق فريق صن داونز وهو بيحضر القرعه والضحكه فخد الموضوع على ان سخريه او استهزاء بالنادي الاهلي. انا اعتقد إن مستحيل يكون في حد واعي، مستحيل يكون في حد داخل أفريقيا بيعمل في مجال كرة القدم يفكر إن هو ممكن أو يستهزأ بمواجهة النادي الأهلي، موضوع صعب جدا وده انطباع مش موجود وأعتقد كل العاملين في مجال كرة القدم في أفريقيا يهابوا مواجهة النادي الأهلي وده لأن تاريخ النادي الأهلي وقوة النادي الأهلي اللي بيستشيروا بيها حتى واحنا كجماهير النادي الاهلي شايفين ان النادي الاهلي مش في حالته اللي كانت في اخر 10 سنوات فاعتقد كان تفاعل سخريه ولكن لينا رد من الشخص نفسه. بص يا احمد انا عايز بقى اتكلم في النقطه دي في حاجه مختلفه. انا بعتب على بعض صفحاتنا يعني في تناول الموضوع وكانه في سخريه وكاننا لن نترك هذه السخريه. يا جماعة كتير جدا من الحاجات اللي احنا عملناها على سبيل الكوميكس هي اللي رجعنا زعلنا لما لاعب زي دينيس اونيانجو نزلها وحتى في تصريحات هنشوفها ان ده خارج اغلبه من عندنا. يعني لازم نقول للجميع من ذا الذي لا يخشى النادي الاهلي او يهابه. انت بتتكلم في اول جملة اتقالت في قرعة دوري المجموعات دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا مش الكونفدرالية والمنسق بيقدم الفرق وهو بيبدأ بالنادي الأهلي لأنه هو كبير قوم وكبير القارة. أول كلمة قالت النادي الأكثر حصولا على البطولة داخل القارة والنادي الأكبر. دي جملة اتقالت ونقدر نرجع ونسمعها. بس الترتيب في الثمانية ما كانش على الحاصلين على البطولات لأن أعتقد كان نادي الزمالك كان الفريق الثامن في التقديم. بالظبط. ما كانش على مستوى كان عشوائي. بالظبط، لا مش عشوائي، على مستوى القوة الحالية، يعني هو ما استندش بس الأرقام النادي الأهلي كتحقيق بطولة، لا، عارف كويس قوي إن النادي الأهلي حاليًا برضه بيمر بفترة قوية باستثناء الخروج أمام صن داونز، أنت وصلت اثنين نهائي أمام الوداد والترجي وطبعًا مباريات يعني كان لنا في الوداد اليد العليا فيها ذهاب وإياب. مستحيل كنت تبدأ بدون ما تذكر النادي الأهلي.